عودة مباشرة إلى فضاء المقلي الاثنين من غير مواعيد ضيف السهرة النجم الكبير طرق لي بطرق مغروم برشا قلت لي قبل البرنامج بعلي ريحة والله بارك الله عليه معناتها الرجل هذايا وقتها كان حي معناتها ما كانش محبوب كيما توا توا لا محبوب أكثر صحيح أنا خاطر الفرش فيه برشا علي ريحة ما كانش هكا يحبوه العباد توا كي مات ولا يحبوه ان شاء الله ما يصيرش على المغنين اللي موجودين توا خاطر عندنا عدة اصوات هايله برشا نعم. تعرف اللي ثم برشا ناس تحبك ولو انه كلام ما يدخلش بالنسبه للضيف لكن يحبوني على الكره معناتها يمكن خاطر نعجبهم واحد يحبوني لكن تعرف شراي الجمهور توا بالضبط فيك قداش عندك انت بطلت الممارسه من عام 89 عندي 89 معناها 90 91 92 93 94 يدق على الابواب هو الابوابيه تخلى اي ما ظهر لي جمهور الترجي باش ينساني فيسا مازال 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 لا ثم حتى جمهور مش من جمهور الترجي تبع معنا ما سجلناه لبرنامج من غير مواعيد نعرف بيش ثم واحد في تونس يعرف سرق بيه التوا ما جابش الكره نتاع تونس فهمتي واحد كما طارق كلمات باختصار طارق من اجل جوارات عرفت من تونس من غير واحد لا سلوك واخلاق وكوره لعب من جميع ما من اللي شهر طويل 17 سنه التوا الغدو ولا بعد غدو ديما يبقى ملاعبي هذا هم عباد ما توفاش طارق بكله يعني لعب بكله به اخلاقه ورسانته في الملعب يسير الملاعبين نتاعو ينجم معلم ينجم يكون انترونير علاش ليه من عام 78 أعجوبة متاع كورة طارق ذياب أنا ولدي تولد سميته طارق عام 78 مولود ولدي سميته طارق علاش خطر طارق ذياب أعجوبة متاع كورة ما تخلقش تونس كيف طارق ذياب كي يجي باش يلعب بارتي كورة يقرأ حساب الجمهور أقبل كل شيء معناتها كورة تونسية كي جوار يابط ويحب يفرج الجمهور في اللعب يولي كيما طارق ذياب كنت مغروم به ياسر غنيت وقتها في كأس العالم في الأرجنتين وقت شاركنا نقول وقتها يا طارق يا لويزا عداها البن عزيزة تميم جابها تغريزة خلاهم محيرين شوتو ماركي واستحلي وجركي في بلاد الهدافين لاعب كبير ياسر لاعب كبير ما تميش ما خلقتش توتر تونس كيف هو بالضبط طارق ذياب لاعب ممتاز يعجبني تكتيك كل شيء عنده احنا ناس من النادي الافريقي نحبوا طارق ذياب رغم يلعب مع الاسبيرونس كنحبوا طارق ذياب طارق ذياب متخرج من مدرسه هي مدرسه الترجي الرياضي رغم اني كلوبيست العلاقه كانت وخيانه فهمت تربينا مع بعضنا فريانه من اللي صغار من اللي عمرنا 11 سنه فهمت واحنا نلعبوا فريانه من اللي كول نلعبوا مع بعضنا حتى لين هو وصل الكادي مشى الاسبيرونس بعد انا مشيت للكلوب وباقي خيان كيما اليوم كيما البارح نحبوا بعضنا تربينا محسوبة في دار أمه وخد جميل الله يرحمها عدينا أيامات حلوين ياسر كي كنا صغار فهمت كان معاشر الهادي برشا في ريالة وقت اللي جاء الاسبيرونس يعني الناس كل يعرفوا ما يسميونا ليزان سيبارابل يعني ما نتفرقوش يعني برشا ناس يغلطوا في طارق فهمت يقولوا طارق ما يكلمش العباد يقولوا طارق دعوة واللي خالته راهو ياسر اش نقول لك سيمباتيك وباهي ياسر متسامح ياسر تعتقد اللي الهادي البياري وعبد الكريم بوشوشه جاملوك ولا تكلموا بصراحه عليك؟ والله هذا معناتها الفكره نتاعهم هما واحد يحترم ديما افكار العباد وافكار الناس الحاجه اللي شفتها معناتها ونشكر الجمهور خصوصا نتاع النادي الافريقي رغم اللي عادينا عميامات مع بعضنا وضد بعضنا لكن ما ينساوش وهذا حاجه باهيه اللي ديما نفكروا اللاعبين حتى ما يكونش من الترجي ولا من النجم الساحلي من النادي الافريقي واحد نفكروهم ديما سورتو اللاعبين الممتازين لازم ديما نفكروهم. نعم. شكون اللاعب التونسي اللي كان المثال نتاعك وانت ما زلت كي بديت تمارس لعبه كره القدم شكون اللي كنت مغروم به؟ والله ما عنديش غرام بلاعب ولا كنت شكون اللاعبين عدة لاعبين ممتازين فما في تونس انا كان يعجبني برشا وكنت مغروم به هو طاهر الشايبي وخساره ما خذاش حظه والوقت هذاك ما كانتش
ما كانش فما كي تلفزيون ودعايه كبيره على كره القدم، وعد خاطر ما خداش حظ ويظهر لي من احسن اللاعبين اللي عجبتهم الكره التونسيه. لاعب معناتها ممتاز وعنده مميزات اللاعب العصري. معناها اللاعب اللي تولد في عهد التلفزه معلوم محظوظ، محظوظ برشا، لان الدعايه عندها قيمه كبيره بالنسبه للاعب. بالنسبه اي معناتها ميدان اي في الميدان يكون. نعم، لكن بالنسبه لكره القدم معلوم، معلوم التلفزه والصحافه وسائل الاعلام عندها قيمه كبيره. توا جيل اليوم محظوظ برشا، جيل اليوم محظوظ برشا، لكن تعتقدش الجيل نتاعك انه كان محظوظ من الجيل اللي سبقه نتاع طاهر الشايبي نتاع الشتالي نتاع؟ لا لا، الحق يقال كنا محظوظين على الاجيال اللي قبلنا. يمكن الاجيال اللي قبلنا ما لقاوش الحاجات اللي لقيناها احنا، التشجيعات اللي لقيناها احنا. والجيل نتاع توا زاد محظوظين، لان توا فما حاجات اللي احنا ما لقيناهمش، وان شاء الله معناتها التجهيزات الكبيره قاعده تصير، والتحضيرات الكبيره والملاعب اللي قاعده تغير وقاعده تبدل، والقاعات الجديده هذه تعطي دفعه مغطاة، يعني مغطاة تعطي دفعه للكره التونسيه وتزيد تحسنها. وهذا معقول اللي باش تحسن الكره التونسيه، خصوصا التجهيزات. التجهيزات كانت ناقصه برشا الحق وقال، لكن بفضل العهد الجديد وسيادة الرئيس اللي قاعد الدولة قاعد معناتها قائمة بأكثر من واجبها في الميدان هذا، وإن شاء الله الناس تتبع. المهم هو الناس تتبع، المسؤولين والرياضيين يتبعوا. نعم، من الحاجات اللي حسيت بهم، لأني تقريبا عشت معاك من 74 75 حتى 78 من قريب، يعني الجو نتاع الفريق القومي التونسي لكرة القدم، من الحاجات اللي لاحظتهم ونقولوا لأول مرة يعني في التلفزة وفي الإذاعة، أنه كأنك ثم علاقة خاصة بينك وبين عبد المجيد الشتالي، كأنه عنده لطف أكثر معاك، كأنه نحس بك قريب ليه وهو قريب ليك، يعني كما كان نفس الشيء تقريبا مع حمادي العقربي. يعني والله ما كانش يوري هذا كله. شتالي كان أولا إنسان الحق وقال ممرن كبير برشا. نعم، ممرن كبير برشا، ويظهر لي من احسن ممرنين التونس على الاطلاق. ذكي، فما حاجه كبيره، ميزه كبيره اللي سيبش لقاء في الممرنين نتاع توا، هو يعرف كيفاش يدس يروحوا في التمارين، في الفندق نبداو محتورين، الواحد ما يقلقناش، عنده ثقه كبيره فينا. فهمت؟ معناها كان يحملكم مسؤوليه. حملنا المسؤوليه 100%، واحنا كنا الحق على قد المسؤوليه هذه. وزيد عنده يمرن مليح وذكي، ويعرف كاش يكون الفريق نتاعو، ويعرف كاش معناتها صعيب شغلة في لاعب يهبطوا، معناتها يهبط لاعب على لاعب اخر، فهمت؟ وعنده تغيير، يغير مليح على البنك قوي ياسر زاد، وهذا اللي اعطاه لي يظهر لي انا احسن ممرن تونسي. نعم، كل حال عبد المجيد الشتالي حبيناه يجي الليله، لكن عنده التزامات عائليه، مشى له يافت بن حميده. وحدة إذاعة المنسير مشكورة التلفزيونية ذهبت والتقت بعثمان جنيح، أي عثمان بالوحشي، وأيضا بالفنان الساحر نجم نقول المدرب عبد المجيد شتالي. ممتاز، خاصة برؤية وبذكاء وتغطية كرة نادرية. الكارير تمتاز هذا بالسجل الممتاز وبطول المطاف مع نتذكر الفريق القومي والا الترجي. طارق لعب 14 سنه تقريبا، 14 سنه في مستوى رفيع وممتاز. انت ما لعبتش معه؟ لا لعبت ضده، لعبت معه في بعض مقابلات الفريق القومي، وكان الكاليتي هذوما اللي قلت لك عليهم نتاع الرؤيه فوق الميدان وتغطيه الكوره، وطبعا فنيات نتاع لاعب يساري وساق يساريه ممتازه. من الناحيه الكرويه، من الناحيه الاخلاقيه خاصه، تخلق ياسر مش كل تحترمه، عاون برشا، عاوننا برشا وقت كنا في المسيناو صغار. الواحد يقدره، اعتبره كولد، لانه
وقت اللي بدا وقت كان صغير كنت مع المنتخب التونسي ومثل بعض الزملاء اللي كانوا يدربوا في الدرج مع المدربين اللي كانوا في المنتخب يعني وجهناه وصلحناه من ناحيه الاخلاق ومن ناحيه كانت الاخلاق في مستوى اللعب بتاعه طارق يكفي